صحة شيبتكم وربي يتقبل صيامكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث نقياس. الشيطان الله ينعل ويخزيه دبوس متاع خدمة، ويبدأ يدور على العبد من رابع شيرة. والشيطان يحب الإنسان كي يكون عاصي خالقه في أي مجال، يحب يقول ما يهموش نوع المعصية، ولكن المهم عنده إنها تصير. معناها إذا حاول يغري الإنسان بالسرقة في سلعة وإلا في الفلوس مثلاً وما لقاش تجاوب، يمشي يجري ويزين له المعصية مع الخمر. ما مشيتش الأمور في الخمر، يمشي ويزين له المعصية في الغش في السلعة اللي بيع فيها، ويقعد هكا يدور له من معصية الأخرى تماشي ما الإنسان يطيح في واحدة منها. وإذا شد روحه في حكاية المعاصي وما لقاه معاه الشيطان حتى حل، يحاول باش يفسد عليه الطاعات متاعه، يخليه مثلا يتفخر بالصدقات والخير اللي يعمل فيه لين يضيع له اجرهم، والا وقت يجي وقت الصلاه يبدا يحاول يمنعه باش يصلي. وهنا لازمنا نعرفوا حاجه، ما دام جا الموضوع هذا وحكينا عليه، انه الشيطان ما عنده حتى قدره وما ينجمش يجبر اي انسان باش يعمل اي حاجه، اما يدخل من باب الغوايه والاغراء. مثلا وقت اللي اذن الاذان للصلاه، يبدا الشيطان يغري في الانسان باش ما يقومش يصلي حتى يكمل المسلسل مثلا، وكيوف المسلسل يبدا يذكر فيه بقضيات ما قضاهمش، وبصاحبه اللي لازم يشوفه، والتليفون اللي ما عملوش. ومن بعد اتو الواحد يتعشى، ومن بعد يمشي يصليهم الكل مع بعضهم، ومن بعد يكبر بين عينيه قدس الصلاه ويرقد، ويبات الشيطان يغني فرحان وزاهي كيما في حكايتنا الليله. خلينا نتفرجوا مع بعضنا ونشوفوا شنو عمل الشيطان في صحيبنا. نتفرجوا ونرجعوا ونكملوا حديثنا. عسلامة. مرحبا، لاباس ما؟ لاباس يا حاج. تفضل. يا حاج عندي مشكلة صغيرة، حاب نحكيها لك. إن شاء الله خير. وأنت احكي وكيتها. اسمعني. عاد نحكيه في البابة. تفضل. تفضل. ايوه انا اسمع فيك. تفضل. باختصار يا حاج، انا اليوم تعديت قدام باب دارك، اي حسيت بروحي تعب شويه، قعدت على العتبه نرتاح، انا هكاك وطاحت بياسه فلوس بحذايا، وزرت الفوق تلقى قرد في الشباك. ماني انا متغشش على اعصابي، لقيت حجره وضربته بها. ايوه. رجع لي فلوس، رجع رمي عليا فلوس. اي وليت انا نرمي حجره يا رجع لي فلوس، انا نرمي حجره رجع لي فلوس. كهو لميت الفلوس ومشيت. عاد هكا فلوس تهز وتمشي من غير ما تعرف شكون مولاها، من غير ما تسأل، ها؟ الله غالب، الواحد يدور به الشيطان. الله غالب، الواحد ظروفه قاسية يا حاج. اليوم المرأة والدة جديدة جابت لي زوج صغار. أي الحمد لله على خلاصها. يعيشك، بارك الله فيك. إيه شنو المطلوب مني أنا تو؟ أنا جيت تو باش نرجع لك رزقك. وسامحنا، ارحم والديك. هاي لكن والله شيء، القرد منين جاب له فلوس؟ لا اله الا الله. صحيح هو معذبني، اي حاجه يلقاها صغيره يرميها، ما خلاش حد. بصراحه متنرفز منه، انا ماذا بيا نتخلص منه ونرتاح. البارح جبت الصندوق من الخزنة وخذيت منه شوية فلوس، دول اللي خليته لبرا. أكو تلقاني خليت الصندوق محلول، لقى الفلوس بدا يربي فيه. حول ولا قوة إلا بالله. شكرا. هذا رزقك وعليك من الله، بارك الله منه شيء لقيته هذاك هو. بارك الله فيك ربي يعزك. بارك الله فيك. سامحنا يا سيدي. اسمح. اسمح يا ودي اسمح.
أما شوف نقول لك حاجة، الفلوس تضمة تضمة رزقك. أي على نفسك الطيبة وعلى ثقتك وعلى تغلبك على النفس السيئة والأمارة بسوء، ربي أعطاك الرزق هذا من غير ما تعلم. أي ما تدش يا حاج، بارك الله فيك. شو قل لك؟ هما يقولوها بكري، يقولوا نواصي واعتبوا البعض مذرية يا وليدي، وانت يا رزيق ذاي بعثوا لك لك زوز توامة اللي هبطوا البارح. بارك الله فيك. كثرها معليد. خذ هذوما باش تمشي بيهم تاخذ مكتب من ربي لك المرأة نفسها وصغيراتك. بارك الله فيك. وستر روحك قدام الناس وربي عينك. يلا ولدي. بارك الله فيك يا حاج. اي بعد مشي انا معك. اي مشي نواصلك. تفضل. اي في حلقة الليلة صحيح الشيطان وسوس وخدم خدمة صحيحة، أما البطل متاع حلقتنا رجع عليه أصله وفاق بغلطه، وعلى هذاك ربي جزاه على فعله، والزوصور دي اللي كان ماشي ياخذها محرام عليه خذا قدم ثاني ومثلث وهو محلال محلل. وكما يقول ربي سبحانه: ومن يتق الله يجد له مخرجا. واللي يتبارى من الفرنك الحرام ويبعد على ثنيته يطول الزمان ويقصار، وربي لازم يجازيه على صبره، إذا مش في دنيته في آخرته. واللي عند ربي ديما خير. هكا نكونوا كملنا حلقتنا الليلة من برنامجكم حديثنا قياس. نتلقاو إن شاء الله غدوة الليل في حلقة أخرى وحكاية جديدة. على خير وليلتكم زينة.